قبل المبادرة في الكلمة التي يعني أشرت على تحضيرها بمناسبة هذا اللقاء، أعزيكم في الفقيدة الفاضلة الطاهرة اللي كنت عزيت العضو من الشعب الولائي زميلكم يعني في وفاة عمه، وتبادلنا أطراف الحديث عن الدورة هذه، ولكن شاءت الأقدار يعني توفى أمه رحمه الله وأسكن في ساحل في ظروف يعني خاصة ألتقي بكم، ولكن هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، كل من عليه الفهم ويبقى وجهه في تدبيرات الأحكام لا يخاف حتى واحد. فسبقتنا هي بالفعل كلمتها ولا وصيتها التي قالت أمل أن الجزائر نخدع حرب يخرج يعني كانت خاتمتها مسكين، ربي إن شاء الله يجعلها من سكان الجنة. نحيروا حنا لأن على قيد الحياة، شوف الخاتمة تاعنا إن شاء الله، نسأل الله إن شاء الله تكون خاتمة بخير. حتى زوجها الذي ابتلته الأيادي بإرهاب في 1994، نسأل الله عز وجل أن يكون يعني من الشهداء في أعلى عليين إن شاء الله. ظروف جد مميزة في ولاية عيد وشنت والتي تم تنصيبي فيها رسميا من المصلحة الوعية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اسمي رئيس المجلس الشعبي الولائي الفاضل، سيدات والسادة أعضاء اللجنة الأمنية المقرون، السادة أعضاء البرلمان والبرلمان، السيد المندوب المحلي لوصية الجمهورية، السيدة والسادة عضو مجلس أعلى للشباب، السيدات والسادة إطارات الولاية المنتخبون، ممثلو الأسرة الثورية الأفاضل، ممثلو النقابات، رؤساء المجالس الشعبية الولائية لعهودات سابقة، السيدات والسادة ممثلو المجتمع المدني، أسرة الصحافة والإعلام، السيدات والسادة الحضور. لأول مرة في أحضان مجلسكم الموقر منذ تنصيبنا على رأس ولاية عهد وشنت، بعدما حظيت بثقة السيد رئيس الجمهورية الفاضل السيد عبد المجيد تبون على إثر الحركة الأخيرة التي أقرها بهدف إعطاء نفس جديد وبعد حركية كبيرة بنية تجسيد الأهداف التي تضمنتها تعهدات الرئيس ضمن برنامجه التنموي الشامل. وإلى الشعب الولائي المحترم وإلى أعضاء مجلسكم الموقر بخالص عبارات المودة والترحيب، وإنني على ثقة تامة بأن لقاءنا هذا سيكون عمليا مثمرا موسوما بنجاعة العمل المشترك ما بين الهيئتين التنفيذية والمنتخبة لمواصلة الجهود في تحقيق تنمية مستدامة بكل أبعادها بهذه الولاية المباركة الطيبة التي تعد قطبا سياحيا صيديا ومؤخرا صناعيا بمناطقها الصناعية ومناطق النشاطات والمناطق المصغرة، وذلك للاستجابة على أوسع نطاق الاحتياجات الضرورية للساكنة من خلال توضيح معالم خارطة الطريق المنتهجة في العمل، والتي تنطلق من الوعي والقناعة بأن الجميع شركاء التنمية المحلية، وسيكون قيامها وركيزتها الخرجات الميدانية والتي استأنفتها أو باشرتها معكم السيد الرئيس قبل تنصيبي بسبعة أيام، من أجل الاطلاع عن قرب ورفض المقاييس والصعوبات التي تواجه المواطن، مع تفعيل العمل الجواري بالاتصال والتواصل وفتح باب الحوار البناء وتعميق التشاور وإشراك الفاعلين في العمل التنموي، كل من موقعه بمسؤولية وحس وطني كبير، نحصد الجميع النجاح بما يحقق المهمة والرفع لولايتنا ويجعلها في مصاف الولايات الكبرى القائمة بذاتها. كلمتي طويلة جدا كاملة من الظروف والضغط الخاص الذي ميزها اليوم